نادرا ما كنت كنديرو تحبين الاصدقاء وصعب جدا، لان تاريخ طويل، وكما كنقولوا حنا المغاربه عشره وعشره طويله. وبدايه كنشكر شكر جزيل جمعيه الشعلة وانفاس بريس على هذا اللقاء اللي ما كنسميهش انا احياء الجرح بل احياء الفرح، لان الاخ توفيق مصباح رحمه الله ترك رغم العمل الوحيد اللي تركه، لكن ترك اصدقاء وترك احباب، اللي هناك اجماع كبير على ان هذا الانسان وهذا الرجل كان نعم الرجل ونعم الأخلاق ونعم العشرة ونعم الصديق، وكان حليم في الغضب ديالو. ملي اتصل بيا سي سعيد يعني فكرت ديما انه واش نهيئ شي ورقة، ولكن ما لقيت صديقي سي سعيد ما نكتب، لأن لأول مرة أعجز عن كتابة شيء ما رغم حبي للكتابة وعشرتي لها لسنوات طويلة. كنتذكر توفيق في بداية التسعينات، بعد الذكريات الجميلة اللي كانت كتربطنا مع أخ منير ومع السي العربي الحداني ومع مجموعة من الإخوة في البلوصي، يعني كان دائما كنهضروا في الادب وفي الشعر وفي الثقافه وفي الروايه وفي النقد وفي الفن عموما، رغم الحداثه ديال السن ديالنا وحداثه العلاقه ديالنا مع الادب. يعني طيله الطريق من دار الشباب البرنوصي الى المنزل ديال الوالدين اللي كنت كيستضيفني فيه وكنجلس معاه جلسات طويله تقريبا 3 سوايع 4 سوايع دون ملل، وكان يعشق الفن الملتزم والادب الملتزم بشكل عام. يعني رغم في ديك الفتره ان كنا باقي صغار شويه، ولكن كان ملتزما منذ صغاره. احب عبد الرحمن منيف، جبره ابراهيم جبره، محمد الزفزاف، اسماء كثيره، احب نجد الرومي، يعني مارسيل خليفة. ملي كتشوف الذوق ديال توفيق الله يرحمه، يعني كتحس بانه انسان خدا واحد الطريق يعني خاصة واختارها ومشى فيها الى النهاية، يعني طيلة هذه السنوات الى حين الوفاة ديالو رحمه الله. ربما ما عرفتش انا، ربما اخر واحد من الاصدقاء ديالو شافو ما عرفتش انا بالضبط، كان ذلك ليلة السبت زرته بالمستشفى يعني بعد خرجوا من العملية، وكانت آخر نظرة لقيتها. وصراحة يعني تلاقيت مع الزوجة ديالو اللي كنجسدت ليها تعازي ديالي والأسرة ديالو الكاملة، يعني فحاولت أني نتكلم معاه، فقال لي يعني ربما أن الله سبحانه وتعالى الألم اللي حس به غيكون تخفيف كبير له في الآخرة. يعني فحاولت ان امازحه، فكان يعني متعب منهك، وودعته ربما اخر نظره كان شفتها. وصراحه في الصباح يعني صباح الاحد اتصل ب، ارسل لي اخي العربي الحداني رساله، كانت واحد الصبيحه ديال الاحد من صعيبه عليا بزاف، وحاولت اني نكتم الحزن ديالي، يعني الطبع ديالي كنحاول الأمور كتبقى شخصية كثير، الحزن والفرح هما شيئان لاصقان بالإنسان. يعني كان أحد حزين جدا ما زلت أتذكره، فقال لي بأن توفيق رحمه الله، يعني رسالة كانت قصيرة. فحقيقة هناك الكثير ما يقال عن توفيق، الرفيق ديال الجامعة، كيفاش أننا التقينا وأسسنا رابطة الكلمة، وكيفاش مع عادل عماد ومع مجموعة الرفقة اللي ربما كاينين هنا واللي ما كاينينش،
وبدات بدا الحلم ديال الكتابه وكنشهد عليه امامكم على ان توفيق يعني كان والفضل ليه كرجع لانه اول قصيده محاوله شعريه في ديك الفتره كان الفضل ليه انها ترجعت نشرات وتنشرات في تنشرات في الصحراء المغربيه مع كان ديك الساعه الاخ سعيد بونوار كيشرف على واحد الصفحه كان اول واحد اللي عرفني بسعيد بونوار واول نص شعري بالفضل ديال توفيق مصباح رحمه الله. ثم تقوت العلاقه حتى يعني حتى البيضاوي من بعد الوطن العام الفاس بريس فلم يبخل علي يوما ما بمقال او ب يعني الفضاء ديال الفاس بريس كان يعتبر ويقول لي بانه فضاؤك اكتب ما شئت بمعنى انه انسان قلبه كبير بهذا المعنى القلب ديالو كبير كبير جدا. فانا عندي غنختم باش نخلي الاخوان هنا ويقولوا الكلمه ديالهم. عندي رساله فقط على ان هي رساله للاعلام المغربي الجهات المسؤوله على الثقافه في البلاد انها تهتم بالاديب والكاتب اهتمام قبل الوفاه لان توفيق مصباح حقيقه لم يلقى الصدى والاهتمام الذي يستحقه. يعني كان يلمع صورة الجميع إلا صورته الشخصية. لذلك فرسالتي للنقاد المغاربة الأدباء ولي شخصيا أذكر نفسي كذلك أنهم يهتموا بالإبداع وبالأقلام الجادة وبالمواهب اللي ممكن أنها تخدم هذا البلاد ويفرحوا بالإنتاج ديالهم هما في الحياة لأن من المنطق ديال الأرقام وديال الحياة وديال أي شيء أن خص توفيق مصباح يكون معنا الآن. يعني هذا هو المنطق الأصلي ولكن الله سبحانه وتعالى شاء أمرا فلا نقول إلا إن لله وإنا إليه راجعون. وشكرا.